عام 2014 وفي ضوء حاجة السوق ولدت فكرة إنشاء مصنع للألبان في الأراضي الفلسطينية. فخورين جداً بإنشاء مصنع الطيف. أولاً وثانياً وثالثاً راح يكون التركيز بالدرجة الأولى على الجودة. المستهلك الفلسطيني بحاجة لمنتج وطني فلسطيني بجودة عالية. الهدف من كل هذه الأمور هو تقديم منتجات عالية الجودة. وتحقيقاً لذلك أسست شركة الطيف للألبان والمواد الغذائية كفرع من أفرع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا، إذ تم تخصيص حوالي 60 مليون شيكل لهذا الغرض. بعد ذلك بنحو عام اتفقت شركة الطيف مع كانديا، وهي أول شركة في قطاع الألبان وأفضل شركة لإنتاج الحليب في فرنسا، للحصول على وكالتها. والتركيز الثاني رح يكون على أهمية التغذية للأجيال القادمة، الجودة، لأنه المستوى الدولي اللي رح نتبناه نحن بالحقيقة بالشراكة مع الشركة الفرنسية اللي عندها ما يقارب 60 مليون بقرة في فرنسا، واللي عندها أكاديمية بالدرجة الأولى في فرنسا للتعاون مع المزارعين. في العامين 2016 و2017 انتقل العمل من إجراءات التأسيس وتوقيع الاتفاقيات إلى تجهيز المصنع وتوقيع العقود الخاصة بتعيين عدد من الموظفين، فوضعت التصاميم والمخططات الأولية وانطلقت أعمال البناء في قرية كفر زباد في محافظة طول كرم. الهدف كان من دخولنا لهالقطاع كجزء من تنويع استثماراتنا في فلسطين وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، وهذا إشي تميزنا فيه كمشروبات وطنية. دخولنا على قطاع الألبان رح يزيد قدرتنا على استيعاب الشباب الفلسطيني المؤهل وخلق فرص عمل لإلهم. توسعت أسرة الطيف بتعيين موظفين جدد في العام 2018 وصولاً لتوظيف نحو 90 موظفاً بحلول عام 2019، كما تزايد داخل المصنع عدد الآلات والمعدات ذات المواصفات المميزة والجودة العالية. إحنا نهدف إلى الوصول إلى المستهلك الفلسطيني، كسب رضا وثقة المستهلك الفلسطيني. هذا الشيء يضعنا أمام مسؤولية اتجاه كل إجراء وقرار بيتم اتخاذه في شركة الطيف، والعمل تحت شعار التميز لا أقل. فالمهمة تكمن في إنتاج وتطوير مجموعة واسعة من منتجات الألبان بجودة عالية، طبعاً توزيع هاي المنتجات والتوسع في التوزيع في السوق الفلسطيني، على أن تكون كانديا كعلامة تجارية رائدة في هذا القطاع، ومن خلال استخدام الخبرات الفرنسية بالإضافة إلى خبرات الطواقم الفنية المحلية، اللي جميعه بيهدف لتقديم حليب فلسطيني بأفضل جودة ممكنة وبمنتجات متميزة جدا. تهدف شركة الطيف إلى إنتاج حليب بمواصفات مميزة مقارنة بقطاع الألبان الموجود في السوق الفلسطيني، هذا بالإضافة لتطوير مهارات المزارعين الفلسطينيين وفتح الباب أمام تأسيس أكاديمية خاصة للطلبة.